بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أبنائي الطلبة معنا في درس جديد من دروسنا في مادة علم النفس النمو. وصلنا وإياكم في دروس سابقة إلى الجزء الثاني، حيث تحدثنا عن الطفولة والمراهقة. وصلنا في هذا الجزء إلى الدرس 28. قبل أن ندخل في تفاصيل درسنا، نراجع وإياكم العناصر التي تحدثنا عنها في درسنا السابق. كنا قد بدأنا الحديث في دروس سابقة عن مرحلة الطفولة الوسطى، وتحدثنا عن حاجات نفسية للطفل، تحدثنا عن تفاعل الطفل مع الأسرة، ما معنى التفاعل. أما في درسنا لهذا اليوم، سنكمل ما كنا قد بدأنا في درس سابق، حيث لازلنا في مرحلة الطفولة الوسطى، وسنتحدث عن تفاعل الطفل مع الأسرة، حيث سنتحدث عن علاقة الطفل مع والديه، ونكمل هذا التفاعل أو طبيعة علاقة الطفل مع أفراد أسرته، مع أخوته أو مع المحيطين به في دروس قادمة. أما في درسنا لهذا اليوم، سنقتصر حديثنا عن علاقة الطفل مع والديه. من الارتباط العاطفي الأول في حياة الطفل يكون بداية مع أمه، فالأم هي أول شخص يوجه له الطفل طاقته وانفعالاته، وكذلك هي الشخص الذي يجرب فيه كراهيته وبغضه، حيث تتنازعه إزاءها دوافع متناقضة. هي التي تعطيه الحنان والعدوان في آن واحد، وهي مصدر العطف ومصدر الحرمان في آن واحد أيضا، وهي التي تعطيه وتمنحه، ترضيه وتعاقبه، كل ذلك في آن واحد. أما بالنسبة للأب، فإنه محل إعجاب الطفل، إلا أنه في المقابل يحقد عليه ويغير منه، لأنه يشاطره حب أمه ويشغل حيزا من اهتمامها. فالطفل تحت هذه الظروف مضطر إلى التوافق والتكيف رغم كل هذه المناقضات، فيضحي ببعض رغباته ويكبت البعض الآخر، يؤجل أيضا بعض طاقات طلباته في سبيل الحصول على عطف، وقبول واهتمام والديه. بهذه الكيفية، فإن التفاعل يكسب الطفل مبادئ سلوكية جيدة، منها التعامل مع الواقع بدلا من اعتماد مبدأ اللذة وتفادي الألم، اللذين كانا يشكلان القاعدة العامة لسلوكه في مراحل أو في مرحلة سابقة. مع نمو الطفل يصل إلى حل الصراع بينه وبين والديه، وذلك عن طريق كبت مشاعره السلبية من غيرة وكراهية، واستبدال هذه المشاعر السلبية بتمثل القواعد الأخلاقية والتنظيمية التي تدين بها الأسرة وتوجه سلوكها الاجتماعي. الطفل الذي يلقى العطف من والديه يكون في الغالب متعاونا وإيجابيا، أما إذا كان العطف مفرطا والاعتماد عليهما مطلقا، فالطفل لن يسعى إلى تكوين علاقات خارج الأسرة، وذلك بسبب الارتباط القوي بينه وبين والديه، فلا يستطيع تكوين أي علاقات اجتماعية بعيدا عن أسرته، طالما هذا الطفل يتمتع بارتباطات طفولية أسرية حنونة. أما إذا كانت العلاقات بين الطفل ووالديه خلاف ذلك، أي تسودها القسوة والحرمان والخوف، فسوف لن يكون هنا الطفل لا متعاونا ولا إيجابيا، بل متقوقعا أنانيا هيوبا في علاقاته مع الآخرين. أي بقدر ما تكون علاقة الطفل مع والديه إيجابية وسليمة، تكون علاقة الطفل
مع الآخرين إيجابية وسليمة. فإذا كانت مواقف الطفل مع والديه متعارضة ومتناقضة، كانت علاقته بالآخرين عدوانية عنيفة ومتناقضة أيضا. يشبه التربويون الطفل في تعلمه واكتسابه لعاداته السلوكية وأنماط الشخصية المختلفة بقطعة فلين تتشرب الماء ببطء وتفقده ببطء، فهو يكتسب اتجاهاته وقيمه ومعايير حكمه على السلوك من والديه والمحيطين به، ويكون ذلك بطرق مقصودة وغير مقصودة، ومن ثم تصبح جزء من سلوكه وشخصيته. يتبنى هذه الأنماط السلوكية ويدافع عنها ويتخذها أسلوبا لحياته ومعاملاته. فإذا ما انتقل إلى المراهقة وبدأ التمحيص فيما تعلمه وتقييم ما اكتسبه من معايير سلوكية وأخلاقية وطرق للتكيف، فإما أن يجد انسجاما وتوافقا مع المعايير للمجتمع أو يجد تناقضا معها، مما قد يؤدي إذن يجد في هذه الأنماط السلوكية التي اكتسبها المراهق أو اكتسبها الطفل في هذه المرحلة عندما ينتقل إلى المراهقة ويبدأ التمحيص بها، فمنها ما يجد هناك انسجام وتوافق تنسجم وتتفق مع المعايير العامة للمجتمع، ومنها ما يكون متناقضا معها. هذا الأمر يؤدي بالطفل إلى الصراع والقلق والتخبط وصعوبة التكيف، فيؤدي به بالتالي إلى نمط من الشخصية التي تجد صعوبة في التوافق مع البيئة الاجتماعية أثناء الرشد، إلا أنه قد يعيد تقييم مواقفه أثناء المراهقة والرشد ويتخلص بصعوبة أي ببطء كقطعة الفلين من تلك الرواسب غير المرغوب فيها التي اكتسبها أثناء طفولته. فأشرنا إلى التفاعل كعملية ثنائية يتأثر فيها كل طرف بالآخر، فكيف أن الطفل يؤثر على أسرته، كذلك يؤثر الطفل في من حوله بطرق شتى. فالمتزوجون الجدد لا يشعرون باكتمال رجولتهم أو أنوثتهم إلا بإثبات خصوبتهم عن طريق الإنجاب. لذا المولود الأول يضفي على والديه سعادة كبيرة بتحقيق ذلك الهدف. فدوافع الأبوة والأمومة موجودة لدى الإنسان والحيوان، فهي من الدوافع تعتبر من الدوافع العضوية لدى الإنسان التي ترتبط بأساس فيزيولوجي. والأبوان يشبعان دوافعهما الأبوية عن طريق تربية الطفل، العطف عليه، العناية به كمخلوق ضعيف في حاجة إلى مساعدتهما ليعيش ويبقى. وكذلك المولود الجديد يعتبر ركيزة الزواج وأساس بناء الأسرة واستقرارها، حيث يولد الثقة في الأسرة ويساعدها على الاستمرار والسعادة. فلا تنشرح الحياة وتفتح أبوابها أمام الزوجين إلا بوجود الأطفال الذين يملؤون قلوب والديهم بالحب والاطمئنان. فالإخوة يعلمون بعضهم البعض ويشبعون دوافع بعضهم البعض، وذلك عن طريق اللعب والاحتكاك الاجتماعي. فكثيرا ما أشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين عاشوا في أسر فيها عدد من الأطفال كانوا أكثر تفوقا في حصيلتهم اللغوية ومستواهم الدراسي. وكثيرا ما يتمتع الأطفال الذين تربوا في أسر فيها عدد من الأطفال بعلاقات اجتماعية أكثر واقعية، وذلك نتيجة لعدم التدليل المفرط لدى الطفل الوحيد من ناحية، ونتيجة لتعلم معايير السلوك كالتعاون، التنافس، معرفة الحقوق الواجبات قبل الخروج إلى الشارع أو المدرسة من ناحية أخرى. بهذا نصل أبناء الطلبة
إلى نهاية درسنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن تفاعل الطفل مع الأسرة وطبيعة علاقته مع والديه. إلى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله، تمنياتي لكم أبناء الطلبة بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.